سورة الفاتحة هي علاج وشفاء، كلنا نقرأ سورة الفاتحة، ولكن القليل منا من يتدبر معاني هذه السورة الرائعة. أحبتي في الله، كيف يمكن لنا أن ننظر إلى سورة الفاتحة على أنها سورة الشفاء؟ الحقيقة فيها آية عظيمة أيها الأحبة، آية الهداية. الله تعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم. الحقيقة أحدنا يتعرض لبعض الأمراض، وأحيانا لا يهتدي إلى العلاج الصحيح، لا يهتدي إلى الطبيب الصحيح، لا يهتدي إلى الدواء الصحيح الشافي. فتجد أن كثير من الناس يتخبط، وهناك أمراض مستعصية قد يكون علاجها بسيط جدا وأنت غافل عنها. هذه السورة عندما تقرأها وتكررها، وبخاصة 7 مرات، يعني هي 7 آيات على فكرة، سورة الفاتحة 7 آيات، والله سماها 7 المثاني. فعندما تقول فيها اهدنا الصراط المستقيم، يعني أنت تطلب الهداية إلى العلاج الصحيح إذا كنت مريضا، تطلب الهداية إلى الطريق الصحيح إذا كنت تتعرض مثلا لمشكلة ولا تجد لها حلا، إذا كنت تتعرض لظلم أو لأذى أو لمشكلة مادية، مشكلة اجتماعية في البيت، في الأسرة، في العمل. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، ينبغي أن تعتقد أن هذه الآية لها تأثير شديد على حياتك، أنها تكون سببا لهدايتك إلى الطريق الصحيح لعلاج هذه المشكلة، لعلاج هذا الوباء، لعلاج هذا المرض. ثم إن معنى الصراط هو الطريق، فاهدنا الصراط المستقيم لا تعني فقط أن يهديك الله عز وجل إلى طريق الجنة، هذا في الآخرة صحيح، ولكن في الدنيا هناك هداية أيضا. كلنا يحتار أحيانا، إنسان أحيانا يحتار في اتخاذ قرار، هل أسافر أم أبقى هنا؟ هل أدرس هذا المجال أم هذا المجال؟ هل أعمل في هذا الاتجاه أم في هذا الاتجاه؟ يعني كثير من قراراتنا أيها الأحبة غالبا ما تكون خاطئة. لماذا؟ لأننا لا نتوكل على الله ولا نطلب الهداية من الله. وبالتالي يعني هذه السورة أنا شخصيا أعتبرها سورة الشفاء، ومن أسماء السورة أنها الشافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها للشفاء، والصحابة الكرام كذلك، ونحن ينبغي أن نقتدي بهم، وبخاصة أن تقرأ هذه السورة على الماء، على كوب من الماء 7 مرات، ثم تشرب هذا الماء. حتى التركيب التوزع جزيئات الماء سيختلف أثناء قراءة سورة الفاتحة عليها، سبحان الله. طبعا هذا ما أعتقده أنا، هناك أناس لا يقتنعون بهذا الكلام، هذه مشكلتهم. سورة الفاتحة هي علاج أولا مجاني، لا يكلفك شيئا، آمن، ليس له أضرار جانبية مثل الأدوية الكيميائية. كل حرف تقرأه ب10 حسنات، يعني هي رصيد لك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. تصور أخي الحبيب، سورة الفاتحة حسب الرسم العثماني 31 كلمة و139 حرفا. النبي أكد أنه ليس كل كلمة بحسنة، بل كل حرف بحسنة، كل حرف مرسوم في القرآن تقرأه لك به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. فإذا قلنا إن سورة الفاتحة 139 حرف، ضرب 10 يعني 1390 حسنة، أضرب ب7 مرات بحدود 10,000 حسنة، وأنت تحتاج لقراءة الفاتحة 7 مرات، دقيقتين تقريبا تقرأها 7 مرات. تصور أخذت كل هذه الحسنات، وكل حسنة من هذه الحسنات خير من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن كل هذه الدنيا أحبتي في الله ستفنى وتبلى، بينما كل حسنة تعملها باقية لك عند الله سبحانه وتعالى، لا تنفذ، بالعكس تنمو وتكبر، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. إذن أحبتي في الله، سأستعرض معكم سريعا آيات هذه السورة، وبطريقة تدبرية. يعني عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ينبغي أن تجزم وتعتقد أن هناك إلها رحيما قادر على شفائك، قادر على هدايتك، قادر أن يرحمك ويخلصك من ظلم الناس. عندما تقول الحمد لله رب العالمين، هذا اعتراف منك أنك ترضى بقضاء الله، ترضى بالمرض الذي ألم بك. أنا راض يا رب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أنتظر رحمتك يا رب. هكذا ينبغي أن تفكر وأنت تقول الرحمن الرحيم. ثم عندما تقول مالك يوم الدين،
يجب أن تتذكر قدرة الله يوم القيامة وأنه هو المتصرف في ملكه في الدنيا وفي الآخرة، ولا يتم أمر إلا بإذنه عز وجل. إذن أنا مصيري إلى الله وحياتي إلى الله وكل شيء بيد الله. إذن مما أخاف؟ هل أخاف من مرض؟ حتى لو المرض مهما تطور سينتهي بك الأمر إلى الموت، وبعد الموت هناك لقاء الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، ستكون في حماية الملك عز وجل، لا خوف لا حزن لا ظلم بعد اليوم، ستكون في أمان. إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة لله والاستعانة بالله. عندما تقرأ هذه الآية ينبغي أن لا تلجأ إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى. تعلم أن الله يكفيك، يجب أن تعلم أن الله يكفي، أن الله كاف أن تستعين به عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. تطلب الهداية من الله أن يهديك إلى العلاج الصحيح، إلى الطريق الصحيح، إلى القرار الصحيح. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسأل الله عز وجل أن يجنبك مزالق الضلال، مزالق الهوى، مزالق أولئك الناس الذين ضلوا وكفروا وفسقوا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسأل الله عز وجل أن يرزقك طريق الأنبياء، يعني سيدنا ذو النون وهو في بطن الحوت أنقذه الله من ظلمات البحر ومن ظلمات بطن الحوت. هذا الإله قادر أن ينقذني من مرض ألم بي. الله عز وجل الذي أعطى لسيدنا سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ملك ألان له الحديد، سخر له الجبال، سخر له الطير، العفاريت من الجن يعملون تحت أمره، الشياطين مسخرون له، كنوز الأرض كانت عنده، وعلى الرغم من ذلك كان يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكر الله. فالإله الذي رزق سيدنا سليمان قادر أن يرزقني ببساطة يعني. لذلك هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، يعني مثلا سيدنا زكريا الذي رزقه الله الولد وهو شيخ كبير، رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. في هذا السن الكبير جدا، يعني ربما 80 أو 90 سنة، رزقه الله الولد. الله الذي رزقه الولد قادر أن يرزقني الولد إذا حرمت من الولد. رأيتم أيها الأحبة، يعني أنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يجب أن تتذكر سيرة هؤلاء الذين أنعم الله عليهم ونجاهم وأكرمهم، وتعتقد جازما أن هذا الإله قادر أن يكرمني وينجيني ويرحمني. لذلك أحبتي في الله أرجو أن تنظروا إلى سورة الفاتحة على أنها الشافية، وأن تقرأوها 7 مرات في أي مناسبة، في أي مشكلة تتعرض لها. حتى لو تعرضت لمشكلة في البيت اقرأ سورة الفاتحة 7 مرات وستجد إن شاء الله أن الأمور ستنفرج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.